كاين بعض المرات كيسدو يمشي ويخليها خدامه، كليماتيزور خدام ولا هاد خدامه ويمشي، والليله كامله وهي خدامه حتى يجي ويحلو في الصباح. لان هذا المشكل راه استعجالي، لان كاين اضرار. اخر مره قلت له راه غنلتجأ للقضاء، قال لي الا ما عرفتيش فين تمشي انا نوريك فين تمشي. معنى العباره ملي كيقول لك سيري الا ما عرفتيش انا نديك، راه بمعنى كيتحداك زعما ما غادي تدي مورايا حتى شي حاجه. كناش المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار غير دوك الاطفال الصغار اللي يعانون نفسيا. السلام عليكم. بعدا كنشكر موقع طنجاوي انه جا باش يوصل الصوت ديالي للناس. كنسكن في العمارات ديال اباقيل مسنانه غولف. جيت دابا باش نشير لواحد الموضوع، ان عندي واحد المشكل مع السيد اللي تحت مني، عنده محل ديال جزار ومحل ديال المحلابه. كنعاني من واحد الصداع ديال الكليماتيزور وديال لاهوط اللي مركبهم لتحت. اون فوا كيتخدموا كيعطيوني واحد الصداع لدرجه ان الباب ديال الدار التواليت الحيط كيبقى كيتزعزع. ومشينا عنده حبيا انا والممثل ديال العماره ديالنا، هضرنا معاه المره الاولانيه حبيا والو، عاود مشينا عنده والو. مشيت انا واتحاد الملاك نفس الشيء، ما كي زعما ما كنلقى حتى شي نتيجه من مور داك الشيء. التجأت للقانون، راسلت السيد الوالي، راسلت السيد الباشا، وراسلت السيد القائد. خرجوا اللجنة، جات اللجنة، خرجات فعلا، جات لقات عندي الضرر. عطات قبل ما تمشي عطات قالت لي راه عطيناه مهله ديال 15 يوم. لحد الساعه انا باقي زعما ما تحلليش. جبت عاون قضائي دار محضر ديالو بداك الشيء اللي عاين عندي في الدار. راسلت هاد الوثائق كامله، راسلتهم الولايه، القيد ولا الباشا. باقي المشكل كيما هو كيما هذاك. عندي جوج وليدات صغار، بنيته في عمرها 5 سنين، الوليد في عمره عامين ونص، لدرجه ولدي كيبقى كيبكي غير كيسمع ديك دز، كيبقى كيبكي، كيبقى عليا مامي الغول الغول هو تا جاي، كيبقى كيبكي في الليل، كيبقى ديك الصداع ما كينعسوش، خصهم ينوضوا الصباح يمشيو للمدرسه. كاين بعض المرات كيسدو يمشي ويخليها خدامه، كليماتيزور خدام ولا هوط خدامه ويمشي، والليله كامله وهي خدامه حتى يجي ويحلو في الصباح. دابا هادي مده ديال 3 شهور ما لقيت حتى شي حل. قلت انا نوصل الصوت ديالي بالموقع ديالكم، على الله نلقى واحد النتيجه كنتمنى. ملي تكلمتي معاه شنو قال لك هاد السيد؟ اول مره تكلمت معاه مع الممثل ديال العماره، قال لك واخا انا غادي نشوف حقاره جا المعلم ركبها اول مره ما شفتوش، غادي نصاوبها، غادي الحق ما تصاوبات ما والو. عاودنا رجعنا لعندو نفس الشيء. فاش مشيت عندو اخر مره وقلت له راه غنلتجأ للقضاء، قال لي الا ما عرفتيش فين تمشي انا نوريك فين تمشي. هو اصلا كيقول على حسب المعنى ديالو زعما راه واصل، راه حتى ما غادي ندي مورا حتى شي حاجه. كيتحداني زعما، معنى العباره ملي كيقول لك سيري الا ما عرفتيش انا نديك، راه بمعنى كيتحداك زعما ما غادي تدي مورايا حتى شي حاجه. مطالب ديالي انهم كنتمنى هاد الضرر يترفع عليا في اقرب وقت، لان راه واحد الضرر اللي هو بزاف. راه كنتمنى الضرر يترفع عليا، الشكايات يرجعوا الشكايات، كنتمنى زعما هادشي ما يبقاش. السلام عليكم. اولا كنشكركم جزيل الشكر اللي عطيتو الاهتمام لهذا الموضوع هذا، وعطيتو الاهتمام للبنيه ديالي، حيت هي كتعاني وماشي غير هي اللي كتعاني، حتى حنا كنعانيو معاها. انا كنناشد المسؤولين، كنناشد المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار غير دوك الاطفال الصغار اللي يعانون نفسيا. هي راه دارت الاجراءات القانونيه، راسلت السيد الوالي جوج المرات، جوج المراسلات للسيد الوالي، الاولى المراسله الاولى عامه، والثانيه عن طريق قسم تدبير قسم البيئه وتدبير الاخطار، وخرجت اللجنه وخرجت القرارات ديالها وخرجت سميتو. لان هذا المشكل راه استعجالي، لان كاين اضرار، كاين اضرار وعائله كلها ماشي غير ديالها، حتى حنا عايشين مع المشكل. ملي كيبقاو كيبكيو لهاد الدراري في الليل، الراجل ديالها مشغول برا خدام، ملي كيبكيو لهاد الدراري ما عندها لا متلجا غير لينا، حتى حنا كنتكرفسو. وشكرا. كنتمنى ان الصوت ديالها عبر الموقع ديالكم يوصل للمسؤولين وياخذوه بعين الاعتبار، وشكرا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.